مثل ما تابعنا زينب بالتقرير، كثير خلال هاي الفترة تم الحديث عن الخلط بين طبعا الانفلونزا والجريب وبين فيروس كورونا، ولكن بالعموم هناك أعراض يعني تم الحديث عنها خلال الأشهر الماضية من بدء الجائحة للتفريق بين فيروس كورونا والإصابة فيه وبين نوبات الرشح والإنفلونزا. أيضا يتم الحديث هلا عن الموجة الثانية اللي هي رح تكون أقوى وأخطر. مدى صحة هذا الموضوع رح نحكي فيه أكثر مع ضيفنا الدكتور حسام حديد، رئيس الشعبة الأذنية في مشفى المواساة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. يسعد صباحكم، صباح المشاهدين جميعا، يعطيكم العافية. يسعد صباحك. يعني خلينا نبلش دغري بالموضوع، أقاويل كتير وخوفة من الموجة الثانية من جائحة كورونا اللي عم تتزامن بفصل معروف، وفصل الرشح والجريب والإنفلونزا، يعني الأمراض العادية اللي بنصابوا فيها العالم. خلينا نحكي أول شيء عن صحة هالأقاويل، هل الموجة الثانية من فيروس كورونا ستكون أقوى وأشد؟ يسعد صباحكم، الصباح الشتائي المميز يعني مع مطر، نتمنى الخير لبلدنا ولجميع المشاهدين ولجميع أهل بلدنا. مثل ما الكل يعني نحن ما في داعي نبلش بالحكي عن كورونا لأنه الحديث عن كورونا ما انتهى. يعني أساسا نحن هلأ صار لنا تقريبا من شهر 1 2020 موضوع الكورونا هو موضوع حديث الكل على مستوى العالم، وكل المنظمات الصحية وكل الجامعات وكل دوائر البحث عم تتولى هذا الموضوع لحتى يقدروا يوصلوا لكشف أسرار هذا الفيروس ومتابعة تطوراته. طبعا هلأ الحديث عن الموجة الثانية هو هلأ الشيء الغالب، لأنه أغلب دول العالم بلشت تدخل بمرحلة حظر ثانية أو بمرحلة إغلاق ثانية نتيجة حدوث موجة ثانية مثل ما عم يقولوا. شو سبب الموجة الثانية أو ليش نحن عم نقول أنه بده يصير موجة ثانية أو ليش هالتأكد من أنه بده يصير موجة ثانية مثل ما أكدت لنا أنت بقال؟ فنحن الموجة الثانية ما في سبب، يعني إذا درسنا أو بحثنا عن الموضوع بنلاحظ عدة أسباب مذكورة لهذا الشيء، ما بنقدر نرتبهم حسب أهمية، يعني ما بنقدر نقول 1 2 3 لأنه كلهم عبارة عن توقعات. واحد من الأسباب هو دراسة الأوبئة السابقة، الأوبئة القديمة، يعني مثل الإنفلونزا الإسبانية بال 1920 ومثل الإنفلونزا الخنازير بال 2000 ومثل كلهم هدول رافقهم حدوث موجات متتالية، ارتفاع هبوط ارتفاع هبوط حتى تستوطن ضمن البلد أو يطلع له لقاح، وهذا هو السبب الثاني لتوقعنا بحدوث هجمة ثانية كونه لسه لحد هلأ اللقاح ما تم عمل عليه ولكن لم يتم تعميمه ولم يتم استخدامه بشكل واسع. سببين. السبب الثالث ممكن كمان نتوقع هو التراخي بإجراءات خلينا نقول الحظر أو الإجراءات الصحية أو التوصيات الطبية اللازمة. يعني مثل ما شفنا بفترة من الفترات كان في تشدد كبير بالإغلاق المدارس، إغلاق المقاهي، إغلاق السينمات، الأسواق، هالإغلاق الكبير كان على مستوى العالم مو بس على مستوى بلدنا. طبعا مستحيل حدا يتخيل أنه ممكن يستمر هذا الشيء لفترة لا نهائية، وبالتالي لابد أنه ترجع الأمور لطبيعتها، ترجع الحياة لطبيعتها. هالعودة هي بتحمل معها عودة الفيروس، طبعا الفيروس ما راح، ظل في إصابات ولكن نخشى من زيادة عدد حالات بشكل أهم. نعم. هلأ بيجي موضوع الشتاء وطبيعة الشتاء وطبيعة موسم الشتوية اللي بيحمل زيادة بالإصابات التنفسية، الإنتانات التنفسية بشكل عام. يعني احنا بنعرف انه الانفلونزا بشكل عادي هي من اشيع الامراض والاصابات التنفسيه بفصل الصيف بفصل الشتاء، واللي بنحكي فيه دائما هو موضوع نقص المناعه الشخصيه، احيانا نتيجه البرد، احيانا نتيجه تفاوت الجو بين منطقه دافيه ومنطقه بارده. ممكن نحكي كمان بموضوع الاكتظاظ نتيجة البحث عن الدفء بحيث أنه يكون في عنا أمكنة صغيرة بتحتوي عدد كبير مثل بعض الصفوف المدرسية، كله هذا بيشجع على انتشار العدوى وانتشار الحالة. هالأسباب مجتمعة إذا بدنا كلها نفكر فيها بتقودنا للتفكير بموجة تانية. نعم أكيد. يعني دكتور، يعني يمكن كمان خلال الفترة الماضية تصريحات منظمة الصحة العالمية والوضع يمكن ببلدان أوروبا اللي هو عادوا مرة تانية للحظر بسبب ارتفاع عندهم نسب الإصابة أدى للحديث بأنه ممكن توصل الموجة الثانية لبلداننا، ولكن بنفس هذا الوقت صرحت منظمة الصحة العالمية من يومين بأنه لقاح الجريب أو الرشح لا يغني الشخص أو يمنع من الإصابة بفيروس كورونا. تمام. وهذا الحديث اللي كان كتير دائر خلال هاي الفترة أنه هل أنا إذا رشحت أو جربت وكان أخذ لقاح ممكن أني أنا ما أنصاب بكورونا؟ هلأ نحن بدنا نحدد الحديث، عم نحكي عن لقاح الإنفلونزا. الإنفلونزا هي نوع من أنواع الفيروسات التنفسية إلى أنماط متعددة عديدة كتير، كل سنة بيطلع لها لقاح موسمي
بيحمل عدد من انماط هالفيروسات اللي هي كانت اشيع، وبيحتمل انه حماية المريض اللي بياخده من عودة الإصابة. طبعا هاي الوقاية اللي بيأمنها لقاح الانفلونزا معروف انه هي بين 0 لل 90%، يعني ممكن ياخذ اللقاح ما يستفيد اي شيء منه بالنسبه للانفلونزا، ممكن يستفيد بشكل كثير منيح. ونحن في فئات معينه بننصحها بلقاح الانفلونزا على مدار السنين الماضيه. قطعا لقاح الانفلونزا ما له علاقه بالوقايه من حاله الكورونا. الكورونا، وما له ابدا ما له علاقه بلقاح الكورونا. هلا عم نسمع عن لقاح الكورونا، لسه قيد البحث، اطلق ببعض بعض النسخ، مثلا النسخه الروسيه منه اطلقت، النسخه الامريكيه حاليا لاحدى الشركات كمان قيد الاطلاق والتعاقد مع الدول، النسخه البريطانيه قيد. كل هاي قد تحتمل وقت. طبعا دائما ما في اي لقاح بيطلع قبل 12 ل 18 شهر من التجريب او من الاستعمال بشكل واسع. فبالتالي نحن موضوع اللقاح هو موضوع مهم، لانه هو موضوع اللقاح بيساعد على انه هالمرض يبقى مرض ضمن السيطره، خلينا نقول، او ضمن الحدود اللي ممكن نتعود عليها ضمن الامراض اللي نحن معتادين الاصابه فيها، مثل ما صار بانفلونزا الخنازير. نعم. هلا كل مين بده ياخذ لقاح القريب بيلاحظ انه في احدى الانماط اسمها H1N1، H1N1 او H1N5، هن هدول الانماط اللي كانت تصيب بالانفلونزا الخنازير، واللي كانت بوقت من الاوقات شكلت نوع من الرعب كمان على مستوى العالم. هلا حاليا صارت من ضمن الانماط الشائعه والمعتاده واللي ما فيها اي مشكله. فكره انه الموجه الثانيه هل ستكون اقوى ام اخف، ما بنقدر نجزم بصراحه. هلا نحن ممكن نقول اقوى لحتى نضمن انه المواطنين يلتزموا اكثر، او يلتزموا بالتعليمات، يلتزموا بالتوصيات اللي حفظناها واللي بنعيدها مره ومرتين وثلاثه مشان تضل دائما بالبال. قد يكون اخف، ما تكون بهالقوه هي. موضوع انه قد تصيب الشباب ما تصيب الكبار كمان، ما في شيء اكيد. كل هالمعلومات هي بصراحه كلها قيد البحث او ضمن دراسات صغيره اعطت بعض النتائج، ممكن نعتمدها ممكن لا. ولكن الشيء الاساسي انه نحن مطالبين بنمط معين من التعامل الصحي بين بعضنا، مع اولادنا، مع مراجعينا بالعيادات، بالمدارس، بالشارع، بالاماكن العامه. هذا النمط يجب ان يستمر، وقد يستمر لسنوات. نعم. ما بيصير نستغني عنه، لانه الاستغناء عنه قد يقود لانتشار اوسع. احدى الدول اللي ذكر فيها بدايه الهجمه الثانيه، بعد انه كانت مصنفه من افضل الدول بالتعامل مع كورونا بالموجه الاولى، ظهرت عندها موجه ثانيه بسبب مكان عمل فيه تجمع العمال بشكل عشوائي، ادى لانتشار الموجه بشكل اكبر. نعم. فبالتالي نحن لازم نحافظ على ضبط هاي الامور، مثل ما الاعلام عم يقوم بدوره مشكورا بهذا الشيء، مثل ما الاطباء بالمشافي عم يقوموا بهذا الشيء بالعيادات. لازم نركز على التزام التعليمات الصحيه، التباعد الاجتماعي، غسيل الايدي، استخدام الكمامه، الامتناع عن المصافحه، التقبيل، يعني التعليمات العامه، استخدام المطهرات الكحوليه اللي بنستخدمها بنعطيها للاطفال كمان يستخدموها بالمدارس. كل هالامور هي بتساعدنا على ضمان حمايه المجتمع على الاقل من حدوث انتشار. ما رح نقدر نسيطر بشكل كامل، رح يكون في اصابات، بس على الاقل ما يصير انتشار كبير ما بنقدر نسيطر عليه. نعم. دكتور، كمان عده دراسات اكدت انه الفيروس عم بيطور نفسه وعم تختلف الاعراض، عم نشوف من شخص لاخر، شيء عم تجي هضمي، شيء عم تجي تنفسي، احيانا عم تجي خفيفه او قويه حسب كل مناعه كل شخص. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، عن هي الدراسه، هل هي صحيحه؟ الفيروسات بطبيعتها هي يعني عناصر عضوية متغيرة، يعني ممكن تغير من طبيعتها بشكل دوري. ونحن بصراحة بمرحلة من المراحل كنا معولين على أنه تتغير طبيعة الفيروس باتجاه الأضعف ويختفي نهائيا، ولكن للأسف ما عم يصير هذا الشيء. لسه ممكن يصير خلال الأشهر القادمة وتتغير فعلا طبيعة الفيروس، بس حاليا فعلا مثل ما تفضلتي عم نشوف أشكال متعددة للأعراض. يعني عم نشوف أعراض بتبدأ من ولا شيء، يعني بدون اي عرض ممكن يساوي مسحه صدفه وتطلع عنده ايجابيه. مزبوط. وبعض الاعراض البسيطه مثل فقد الشم فقط، بعض الاعراض مثل عم يكون السعال مع ضيق نفس، بعض الاعراض الوهن، التعب العام، الحراره العاليه. كل هالاعراض هي عم تكون مجتمعه او متفرقه، وشدتها ومدتها حسب كل شخص ومناعه كل شخص. مثل ما تفضلتي، وجود امراض مزمنه اخرى ممكن تكون تزيد هالحاله هي. ما في شيء اكيد مثبت، ما في شيء اكيد مثبت. العمل قائم علميا بدور البحث على موضوع اللقاح بشكل اساسي لحتى نقدر نسيطر على هالفيروس، وبنتمنى انه يغير من طبيعته باتجاه الشيء الاسلم اللي بيقدر يتعايش معه بمجتمعنا. اكيد
دكتور قبل ما نختم سريعا، اليوم كمان يتم الحديث على انه الشخص اللي بينصاب ممكن يكون اقل عرضة للاصابة مرة ثانية، ممكن يكون لا، ممكن يصاب ويكون في أغلب خطورة. الدراسات عطت مناعة من الإصابة لمدة 6 أشهر. أغلب الدراسات عطت إنه في مناعة من الإصابة لمدة 6 أشهر، مثل ما تفضلتوا بالتقرير. هذا بيعتمد على حجم الأجسام المضادة اللي تشكلت، ولكن في دراسات تانية بتقول إنه بعض الإصابات الخفيفة عم تشكل أجسام مضادة خفيفة عم تزول خلال أسابيع، وبالتالي ما عاد عندنا هالمناعة اللي حتروح 3 لـ6 أسابيع، 3 أشهر أو 6 أشهر. بعض المرضى عم يشكلوا اضداد بشكل كبير كثير وعم تروح معهم لفيلة عدم الاصابه، وبالتالي هذا الشيء ما له محدد بشكل دقيق. وضمن يعني ضمن الشيء اللي صار عندنا ببلدنا والشيء اللي شفناه، واغلب زملائنا اطباء الامراض الانتانيه واطباء الامراض الصدريه، يعني عم يقولوا حوالي 20% طرأ عليهم اصابه بالموجه الاولى اللي صارت، وبالتالي نحن بنتوقع انه لسه في عدد منيح ما تعرض للاصابه. وبالتالي الشيء الاساسي بغض النظر عن كل الدراسات اللي عم نسمعها وبغض النظر عن كل الحكي اللي عم نحكيه، لابد من الالتزام بالتعليمات الصحيه ولامد طويل. يعني هلا عم نحكي نحن لنهايه الشتويه بدايه الربيع الصيفيه القادمه، لابد انه نضل ملتزمين بتعليماتنا الصحيه على مستوى منازلنا، على مستوى مدارسنا، على مستوى المشافي، العيادات، اماكن العمل، الاسواق، كل الاماكن اللي ممكن يحتمل حدوث في ابتزاز فيها، اضافه للشيء الشخصي من ناحيه التعامل الشخصي، السلام، المصافحه، التقبيل، غسيل أكيد. من الايدي، ضمن استخدام صوتنا الكمامه. لصوتك دكتور يعني، ومنتشكرك على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها. بنتمنى هيك السلامه والامان اكيد بنتمنى السلامه للجميع للكل. ان شاء الله. شكرا لوجودك معنا. اهلا وسهلا فيكم. شكرا يا هلا، لك دكتور. اهلا وسهلا.